رئاسة الجمهورية، بعض الدول الأخرى واضح أن لزعمائها ارتباطات، مثلما هو الشأن مثلا بالنسبة لجلالة ملك مملكة البحرين الذي سيستقبل هذه الأيام بابا الفاتيكان وما إلى ذلك. لكل لمعظم المسؤولين الكبار في الدول العربية طبيعة الحال أسباب في عدم الحضور، ولكننا نرحب بكافة المندوبين المفوضين رؤساء الوفود مهما كانت رتبهم في دولهم، ونعتبر أن كل مسؤول جالس ممثلا للدولة له صلاحيات أن يتكلم بكل سلطة وبكل قدرة نيابة عن دولته ونيابة عن رئيس دولته.